نستنصر بربنا جل وعلا الحي الذي لا يموت له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم إنا نسألك أن ترينا عجائب قدرتك على بشار وزمرته. اللهم إنا نسألك أن تثأر لبكاء العذارى. اللهم إنا نسألك أن تثأر لليتامى. اللهم إنا نسألك أن تغار للحيارى. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم. يا منان يا حي يا قيوم يا ملك يا مؤمن يا سلام يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا قوي يا متكبر. سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أقدرك، سبحانك ما أجلك وأرفعك، سبحانك ما أعلاك وأعزك. اللهم إنا نستنصرك عليه فأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم مزقهم في البلاد تمزيق الريح الجراد. يا حي يا قيوم يا رب العالمين، اللهم إنهم قد انتهكوا الأعراض وسلبوا الأموال وضيقوا على الدين. اللهم فإنا نسألك أن تغار، نسألك أن تغار، نسألك أن تغار يا حي يا قيوم، نسألك أن تغار يا قوي يا عزيز. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم اقلب قوته ضعفا، اللهم اقلب عزه ذلا، اللهم اقلب أنصاره أعداء. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين.